لا يوجد اقصد التعامل او التعاطي مع هذا الملف من قبل الحكومه الشرعيه ليس في المستوى، ليس في المستوى. يفترض خلال 8 سنوات حرب ماضيه ان يكون هناك شوط قد قطع، ان تكون هناك مرحله قد قطعت، ان نكون في مراحل متقدمه. ما زلنا نبحث عن فتات من الحد الادنى ونتحدث في 2023 عن هذا الفتات الذي لا يتواجد. نريد ان نتحدث عن المستوى المطلوب، المستوى الذي يجب ان يكون او الذي يحتاجه المواطن. ماذا يحتاج المواطن؟ ما يقابله من السلع والخدمات اليوم زيرو. اليوم الراتب الذي نريد ان ننتزعه زيرو، لا يكفي حتى 20% من الاحتياجات.